لاحظنا أنه بعض الشائعات تتردد عن أن هناك مد للتصويت لليوم الرابع، وكما قلنا أن هذه العملية نظمها القانون حينما قرر أن التصويت ليوم أو أكثر وقد حددته الهيئة الوطنية للانتخابات بثلاثة أيام. والحقيقة أنه قاعدة بيانات الناخبين المسجل بها قرابة 60 مليون، رأينا أنه يعني وعي وإدراك المواطن المصري ومحافظته على حقوقه، إذا نزل 60 مليون مش هيصوتوا في يوم واحد. فأعتقد أن ثلاثة أيام هي بالكاد تكفي لأقل من ذلك. ومن ثم حددت الهيئة الوطنية منذ البداية التصويت على ثلاثة أيام في الخارج والداخل، وأبدا ما قررت الهيئة الوطنية أن هناك تصويتا ليوم رابع هو ثلاثة أيام. وهذا أيضا من الشائعات التي يرددها كارهي هذا الوطن والذي أذهلهم هذا المظهر الحضاري، هذا المظهر القوي، هذا المظهر للمواطن المصري الذي توافد وتواجد بكثافة وحضور وقوة أمام صناديق الاقتراع. فيبدو أنه أفقدهم وعيهم وإدراكهم، فراحوا يفكرون كيف يمنعوكم من التصويت بإشاعة أن هناك يوم رابع حتى يصيبكم بالكسل والامتناع والتأجيل والتأخير. ولكن نعلن لحضراتكم أن التصويت ينتهي اليوم، وليس هناك تصويت غدا، وليس هناك يوم رابع، وأمامك ساعات تسارع فيها إلى التواجد أمام صناديق الانتخاب.